السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. بعد ما شفت 1000 ايميل و1000 سيت اب وصلوني منكم، كثير منهم ما فيهم شيء من الاشياء اللي طلبتها. انا يا جماعه ما طلبت شيء من المريخ، كل اللي طلبته صور كافيه وواضحه عن السيت اب ومعلومات كافيه عن السيت اب، مواصفات تفاصيل كامله وصوره توضح او توثق انه السيت اب خاصه فيك او جايه منك، ما هي ملطوشه من جوجل وبس. فاليوم رح أعيد فيديو الشرح وبالتفصيل الممل، بيلزمني أربع صور على الأقل. الصورة الأولى للستاب بالكامل من بعيد، وصورها من الزاوية اللي بتلاقيها مناسبة، مو ضروري من زاوية واحدة، بحيث الصورة تظهر كل شيء. والصورة الثانية للكيس، حاول تصور الكيس من الداخل والخارج إذا ممكن، إذا ما ممكن بس من الخارج بكفي، بس خلي تكون الصورة واضحة. الصورة الثالثة للشاشة، طبعا صور الشاشة. والصورة الرابعة للإكسسوارات، الكيبورد والماوس والسماعات، وإذا في عندك شيء إكسسوارات إضافية صورها تبراحتك. هدول أربع صور على الأقل، يعني هدول مينيمم، أقل من أربع صور ما ممكن أقبل. في عندك صور أكتر براحتك، معك 15 صورة انت صور على راحتك، بس اقل من اربع صور ما رح اقبل. واهم شي تفتح صفحة قناتي وتصور الشاشة لحتى اتأكد انه التجميعة او السيتاب منك ما هي ملطوشة من جوجل، لانه وصلني كتير تجميعات ملطوشة، فرجاء لحدا يسوي هالحركات. شفت عشرات السيتابات ممتازة بصراحة وصلوني، بس ما قدرت اقبل ولا واحدة منهم لانه ما فيهم اثبات انه السيتاب من المرسلين. ف رجاء لا حدا يرسلك ستابات، ورجاء ثم رجاء صوروا بوضع اللاندسكيب او الوايد سكرين، لا حدا يصور بوضع بالوضع الطولي رجاء. انا هيك صور ما بقدر احطهم بالفيديو. واذا عندك دي اس ال ار او كاميرا احترافيه بيكون افضل، افضل من التليفون. اوه وبالمناسبه هذا ستابي الجديد، اعطوني رايكم. بعد ما تخلص من الصور افتح ايميلك وارسل على الايميل التالي، راح احطه على الشاشه. اكتب بالعنوان بس سيت اب شو، وبعدها اكتب تحت اسمك ان كان اسمك الحقيقي او اسمك المستعار ما بتفرق، واكتب كمان من اي بلد، والعمر ما هو ضروري براحتك، بتحب تحط عمرك او ما بتحب على راحتك. بعدها اكتب مواصفات السيت اب كامله، ابدا بمواصفات البي سي، المعالج، الرامات، البورد، كرت الشاشه، التبريد، الكيس الى اخره. وبعدها اكتب مواصفات الشاشه والكيبورد والسماعات، وايش في عندك اشياء اضافيه اكتبها كمان. اكتب مثلا ليش تستخدم السيت اب، ان كان للالعاب، لصناعه المحتوى، تصفح انترنت، على راحتك. واذا بتحب تحط روابط السوشيال ميديا الخاصه فيك اذا حدا حب يتواصل معك او يسالك عن شيء كمان مو اجباري، على راحتك وبس. على اي حال هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. شايفين هذا الفيديو هون هون، روحوا شوفوه بيستاهل. كان معكم اخوكم ايمن محمد، شكرا للمتابعه، السلام عليكم.